اسمه ومقامه على التزامهم وانضباطهم وجديتها كتاريخ قديم كقصة قديمة ما كان حتى أجال في الدستور الجزائري الساري المفعول اللي يضبط يعني عملية إصدار سيد رئيس الجمهورية للمرسوم الذي يعني يعطي من خلاله يعلن يعني عن نشر للدستور في 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 الجريده الرسميه ويعطيه إذن الصيغه التنفيذيه مثل الأحكام يصدرها القاضي ومن بعد لازم تاخذ الصيغه التنفيذيه باش تكون منفذه هذا ما كانش أجال وقولها يعني بصراحه ما كانش أجال في الدستور ما لا يقول لا شهر لا شهرين لا ثلاثه لا أربعه وبالتالي هذه راجعه إلى تقدير نقول تقدير السلطه التقديريه لرئيس الجمهوريه وبالطبع رئيس الجمهوريه ما بادر باستفتاء بتعديل الدستور فبدون شك هو احرص الناس على ان يدخل هذا الدستور في اقرب الاجال ممكنه حيز التنفيذ قانون الانتخابات ياتي مباشره بعد الدستور في الاهميه في استتباب الامن والاستقرار الديمقراطي في البلاد وبالتالي نجم نقولوا بان كانت ثلاث محاور اساسيه اللي شار لها سيد رئيس الجمهوريه بـ بـ بخلاف يعني المحاور التقنيه اولا محاربه الرشوه المحور الثاني هو تدعيم الشباب تدعيم الشباب ان رئيس الجمهوريه يلتزم بها المحور الثالث هو التوازن بين السلطات